تلقيت خبر تجنيس مروان الشوربجي، وهل كان عند حضرتك أي علم بيه قبل كده ولا فوجئت بيه؟ لا 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 لا، ما كانش عندي علم خالص، وكانت مفاجأة يعني صعبة قوي عليا أتلقاها. ما كانش عندي أي نوع من أنواع، يعني مش منتظر خبر زي ده خالص يعني. يعني أما محمد كان بيحصل له، كانت إشاعات بتروح وتيجي، إشاعات بتروح وتيجي. يعني لما محمد يعني حصل له نفس الموقف ده، انما في مروان الشرباجي ما فيش اي حاجه، اي مقدمات، ما فيش اي نوع من انواع يعني العلامات يعني. ما كانش في اي علامه، خصوصا لا لا، حتى انت حضرتك صرحت ايام محمد قلت لا مروان صعب لان الفكر مختلف عن محمد، فانا واقع المفاجاه طبعا انا يعني مقدره تماما. حقيقي حقيقي طيب حقيقي. مع المجهودات الكبيره اللي بتبذلوها في الاتحاد من رعايه وخلافه، هل هناك يعني محاولات جاده في الطريق عشان نمنع حدوث مثل تكرار هذه الحالات، ولا والله يعني ما باليد حيله زي ما بنقول؟ لا، هو يعني ايه، في طبعا، بص يعني احنا، يعني انا دايما بفكر انه لازم يكون عندنا حلول لاي نوع من انواع المشاكل. تمام. المشاكل ممكن تكون صعبة، انما ما فيش مشاكل مستحيلة يعني. فعشان كده احنا بنفكر جديا ان احنا نعمل اجتماع مع الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي احنا شايفين ان في قصور كبير جدا في النقطة في المنطقة دي، المنطقة بتاعت الانتقال، وشايفين ان احنا يعني كبلد احنا الوحيدين اللي هنتعرض للموضوع ده مستقبلا يعني، او مستقبلا القريب، المستقبل القريب. طيب اقطع حضرتك يا عاصم بيه، يعني في كرة القدم طالما لسه ناشئ من حقه يلعب طالما تجنس او جنسيتين اتنين للمنتخب اللي هو عايزه، لكن طالما لعب منتخب اول مستحيل اللي هو ينتقل الى دولة تانية، ليه ده ما يطبقش مع الاتحاد الدولي للسكواش؟ ودي فكرة في اللاعبين ما هو الكبار. بص سيادتك، ايه اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا، لكن انا يعني تطبيقه، انت عارف الاتحادات بيبقى لها جمعيات عموميه، مظبوط. والجمعيات العموميه لازم تجتمع ولازم توافق، ولازم يبقى في نسبه من الناس موافقه علشان خاطر، وبيحصل تربيطات وبيحصل حاجات يعني مش لذيذه عشان خاطر يعني يفشلوا هذه النقاط التي قد تكون لصالح احد الدول ومش لصالح الدول الاخرى. جميل. فالمساله دي مساله صعبه، بس لازم ناخدها يعني، لازم ناخدها. أنا مع حضرتك، ولازم يعني يبقى في دعم إن شاء الله من الوزارة معاكم طبعا في مع الحديث مع الجمعية العمومية. طيب نوران جوهر، يعني أنا خايف شخصيا إن ألاقي نوران هي كمان خلال الفترة القادمة تنتقل إلى دولة تانية. والله برضو انا يعني انتوا اثرتوا فيا هذه المخاوف، انا ما كنتش سمعت الموضوع ده، بس لازم اتحرى عنه بقى بدقة يعني، لان انا يعني الموضوع برضو ايه مفاجئ يعني. يعني نوران كانت موجودة هنا من اسبوعين، وكانت بتتمرن، وعندها نوع من انواع اللي يعني الحماس في وجودها. وبعدين هي كانت بتلعب معانا في بطولة العالم سيدات في ديسمبر اللي فات، يعني كل الأمور كانت لصالحنا، بس ما بقاش في شيء مضمون بقى في أنا العالم معاك، ده ربنا دلوقتي. يعديه على خير إن شاء الله بإذن الله. وأنا عارف إن السكواش المصري مهما حتى خدوا منه إن شاء الله اللي عندنا قطاع على أعلى مستوى من إن شاء ولادنا الله ومن شبابنا، إن وإن شاء شاء الله. الله